صباح الخير، صباح الياسمين على كل مشاهديني وكل حبايبي. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، ويا رب تكون عجبتكم، ويا رب حلقة النهاردة وفقرات النهاردة تعجبكم أكتر وأكتر. هتكلم النهاردة معاكم عن الشرطة المصرية اللي بتحمينا وتعبانين معانا وحامية بلدنا وجيشنا واللي احنا فيه. هتكلم عن ابن بلدي وابن اسم اول طنطا، رجالة طنطا مشرفانا كلهم، والراجل طبعا محترم وخلوق وحامي بلدنا من الفساد. وقدامكم صورة على الشاشة لأستاذ سامبيك خليل. تعالوا نشوف فيديو مع بعض ونرجع تاني. باعتبارك مصر حاول تبني في بلاد الحضارة، لو في ترتيب الجداول مصر طبعا وبجدارة. زي ما شفتم الرائد حسين بك خليل حامي جيشنا، حامي شعبنا، حامي الشباب، والشباب اللي يعني كلكم عارفين الشباب عاملين ازاي الايام دي ومش محافظين على نفسهم. بشكر الرائد حسين بك خليل على مجهوداته، وحابه اقول له من نجاح لنجاح. ونتكلم عن الفقره الثانيه بخصوص ان البلد اتفتحت والتعايش اللي احنا عايشين فيه في كورونا. ونقول الو، معانا استاذ نشأت. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذه؟ صباح الخير. صباح النور على حضرتك. صباح الخير، صباح الامل، صباح صباح التفاؤل استاذه نادين، عليك وعلى كل المشاهدين. شرف ليا ان حضرتك معايا النهارده في مداخله في برنامجي. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف لنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. حابه اتناقش مع حضرتك النهارده عن البلد والظروف اللي احنا فيها والاماكن اللي اتفتحت واللي احنا فيه. يعني حضرتك تمام. شايف ايه اللي احنا فيه ده؟ يعني حابب تقول كلمة. في البداية قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك اتفضل. وأتكلم عن الموضوع، حابب أشكر من هم يستحقون بالفعل الشكر والثناء والتقدير، الذين بالفعل قدموا كل غالي ونفيس من أجل حماية الوطن والشعب من خطر العدو ومحاربة المرض والوباء والآفات. فتحية إجلال وتقدير واجبة لخط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأزمة يا أستاذة نادين، التي أيوة. مرت علينا جميعا وعلى الشعب المصري العظيم بكافة طوائفه وأعماره وفئاته، لأن العدوى لم تختار حد بعينه، فالكل كان معرض للعدوى وما زال الجميع في خطر. ولم يترك كوفيد 19 أو كورونا بالمسمى الدارج له إلا وحاول النيل منه، سواء كان غني أو فقير، شاب أو عجوز، والجميع كان وما زال حتى الآن معرض للإصابة والخطر. لكن بصراحة وجدنا رجال أخذوا على عاتقهم المواجهة والتحدي للأزمة المرعبة، وهم رجال الجيش الأبيض المصري من الأطباء وأطقم التمريض المحترمين. وبرغم عجز العالم في إيجاد لقاح لهذا الوباء وعلاج صريح، إلا أنهم كانوا وما زالوا في قلب المعركة والخطر، بيواجهوا العدو بصدورهم واستطاعوا بالفعل المواجهة والحد من الخطر بعلاج الكثير عن طريق المسموح به من الأدوية المتواجدة. ورغم حالات الإحباط التي وجدت وكذلك عدم التقدير من البعض، إلا أنهم صمدوا بشرف ووطنية بالغة. الناس ديت يا أستاذة بصراحة يستحقوا كل الشكر كل الشكر لهم. والتقدير. طبعا حضرتك شفت الأماكن اتفتحت ازاي، وما ينفعش طبعا ما ينفعش.
طبعا كل واحد. الناس دي يعني انا حابب بس اشكرهم بس لانهم فعلا يستحقون لقب الجيش الابيض وخط الدفاع وملائكه الرحمه، ومهما نقول في حقهم مش هنقدر نوفي حقهم، لان برغم حالات عدم التقدير وحالات التنمر التي وجدت وشاهدناها للاسف الشديد من البعض سواء في الارياف او حتى في المدن من بعض الجهلاء، لكنهم ادوا الرساله ويؤدون على اكمل وجه بوطنيه وشرف وهمه وعزيمه. معانا مجموعه من الصور، شوفوا الاماكن، شوفوا الدنيا، يعني الدنيا اتبهدلت. انا مش معاك على الهوا، انا مش معاك على الهوا والله، انا مش فاتح ال ايوه لكن انا بس يعني كنت حابب اشكر الناس ديت لانهم ادوا فعلا الرساله بتاعتهم على اكمل وجه وبوطنيه وشرف وهمه وعزيمه وايمان متواصل بالنصر من اجل الوطن والمواطنين، بشكرهم وبقدم لهم التحيه. اما بقى بخصوص سؤال حضرتك عن الانفتاح المتواجد وتقليل عدد ساعات الحظر وعوده الحياه زي الاول واحده واحده، وفتح دور العباده من مساجد وكنائس وفتح الكافيهات والمطاعم وعوده الحياه مره اخرى بصوره طبيعيه مع افضل الاحتياطات، فده لازم وطبيعي، لان الاقتصاد المصري عاش يا استاذه نادين فتره عصيبه جدا استمرت لاكثر من 3 شهور، وكان هناك ضرر بالغ لاصحاب الحرف والمهن والعماله المؤقته، فانا شايف ان القرار صائب ولا بد منه من اجل العوده مره اخرى الى الحياه بصوره طبيعيه والتعايش مع الوضع والمرض، وده حصل في دول كتير، وبشكر الحكومه المصريه. دول كتير اتفتحت. بشكر الحكومه المصريه والدوله المصريه المتمثله في القياده العليا للبلاد والرئيس السيسي، لان برغم كل هذا لم نشعر لا بتقشف ولا بضرر كبير في الرجوع والتعايش مع الوضع مع اخذ الاحتياطات اللازمه، امر طبيعي وامر لازم منه، واعتقد ان الحكومه برضك عملت ونوهت على ذلك بضروره ارتداء الكمامات في الاماكن الحكوميه والمواصلات طبعا، وايضا الاماكن المغلقه مع عدم فتح الوضع على مصراعيه، واقرت بنسبه 25% وعدم الزحام الشديد، واعتقد ان القرار صائب. بشكر حضرتك يا استاذ نشأت على المداخله الجميله دي. انا برضه بس انا عايز بس قبل ما اختم مع حضرتك بس فضل. يعني يا استاذ نادين حابب اشكر المجتمع المدني والمشاركات المجتمعيه اللي شاهدناها وكانت هنا في طنطا ودورها وتواجدهم على ارض الواقع بمحافظه الغربيه، واعتقد كمان ان كانوا في محافظات كتير، شفنا امثله مشرفه للناس ديت، شفنا رجال اعمال منهم سياسيين وغير سياسيين قدموا الكثير من خلال المشاركات المجتمعيه ودعم البسطاء والفقراء، بشكرهم وبحييهم، ولا تتخيل يا استاذه نادين حجم المساعدات اللي حصلت وشفناها هنا في طنطا من خلال رجال الاعمال على راسهم الاستاذه دعاء عريبي نائب رئيس حزب الشكر ليهم طبعا والحاج مصطفى شحاته والحاج شريف الجيشي والحاج محمد الدين وامجد ابو المجد وكريم الدسوقي، دول كانوا شباب طبعا عارفينهم لفوا على المستشفيات العزل وقدموا الدعم من مستلزمات طبيه وملابس ومعلبات. شرف لطنطا، شرف لطنطا. طبعا وقدموا كل عزيز وغالي، وايضا شفنا عمليات تطهير هنا في طنطا قاموا بيها رجال الاعمال ديت والناس ديت، يعني معلش انا يعني لك ان تتخيلي ان الاستاذه المحترمه دعاء عريبي هنا في طنطا قامت بدعم المحافظه ومحافظه الغربيه ب 25 طن كلور وتواجدت في اماكن العزل وكانت في وسط الناس، فانا حابب اشكر بس الناس ديت. نشكرهم كلهم والف شكر ليهم وعلى مجهوداتهم اللي بيعملوها في البلد ومشرفينا طبعا، وحابه اشكر حضرتك على المداخله يا استاذ نشأت، وان شاء الله تكون دي في حلقه من حلقاتي، وبشكر حضرتك. طبعا خلصنا مع استاذ نشأت، وزي ما سمعتوا عن البلد واللي احنا فيه، فطبعا اللي خايف على نفسه واحنا متعايشين مع الكورونا، ان شاء الله ربنا يجيبها من عنده ونحل الموضوع. هتكلم النهارده عن الفقره الثالثه اللي ما بنقدرش نستغنى عنها، اللي معاهم بننسى الدايت والجيم. طبعا يا رب الكابتن بتاعتي ما تشوفش الحلقه دي. معانا مداخله دلوقتي مع استاذ احمد، نقول الو. صباح الخير. صباح الخير استاذ احمد.
ازيك عاملة ايه؟ منورة. تمام الحمد. بنورك والله، بنورك. شرف ليا ان حضرتك معايا النهارده والله في المداخله. ربنا يخليك والله. ربنا يخليك. ازاي حضرتك الاول؟ كله كويس والله الحمد لله. حابه اسال حضرتك حبه اسئله عن الحلويات بتاعتكم. المحل اتأسس سنه كام؟ احنا سنة 64، بقالنا 64 سنة. احنا بقالنا 64 سنة، سنة 1958، ما شاء الله ما عمر شاء الله. تاني يعني. وطبعا اكتر صنف مشهور بالمحل ايه؟ الناس اللي كلها بتحب تجيبه من هو عندكم دايما. أساسي طبعا حلاوة مولد النبي ده والمدلعة بقى اللي اساسي. واخدة بقالها فترة دلوقتي، شهرة في طنطا جامدة جدا يعني، في القاهرة كمان فرع المهندسين برضه ليكوا كذا عاملين فرع. عليها. احنا عندنا طبعا في المهندسين فرع في شارع شهاب، وعندنا 4 فروع في طنطا هنا الحمد لله. الحمد لله. حلوياتكم جميلة جدا والله، يعني الكنافة ربنا والمدلعة يخليك. والشوكولات بتاعتكم كل حاجة. لا والايس كريم كمان والايس حاجة كريم. قوية اوي. والعصاير والله وكل حاجة. ربنا يخليك ربنا والله، يخليك، ربنا يخليك يا أستاذة. انتي منورة والبرنامج حاجة جميلة والله والله فعلا يعني. بنورك بنورك، تسلم لي. ميرسي جدا، ميرسي جدا على المداخلة. ربنا يخليك، ربنا يخليك يعني. ميرسي جدا. طبعا بقى ختمنا، خلصنا الفقرات بتاعتي، هندخل على الضيف المحترم، ضيفي استاذ احمد عبد العزيز. زي حضرتك. اهلا بيك يا منور اهلا بيك. الدنيا. اهلا بيك يا عم. استاذ احمد عبد العزيز مدير العلاقات العامه مستشفى الحريه بطنطا، رجل خدوم جدا، محترم جدا، يعني ذوق مرسي لذوقك. والله حابه اشكر حضرتك ان النهارده ضيف في حلقتي. مرسي لذوقك. مرسي لذوقك. شرف ليا. شرف ليا والله. شرف ليا. استاذ احمد، حابه اسال حضرتك في البدايه، حابه اشكر حضرتك طبعا، وحابه اسال حضرتك حبه اسئله عن المستشفى. اتفضل. المستشفى، هل المستشفى مقتصر على طنطا بس؟ لا يا الحمد لله، المستشفى يعني بتخدم قطاع كبير قوي من وسط الدلتا. بيجي لنا حالات من المنصوره، البحيره، شبين الكوم، وبتقبلوها وبنقبلها، بس مش حالات كورونا طبعا يعني. اكيد. وسط الدلتا، منصوره، شبين الكوم، البحيره، بيجي لنا حالات من نوفية دايما باستمرار يعني الحمد لله والشكر لله. مش الغربيه بس، مش طنطا بس. ايوه. والمستشفى خدماتها ايه؟ جميع خدمات المستشفى من اول كل الطوارئ لغايه العيادات، الحضانه، اشعه، معمل عنايه، 3 غرف عمليات على اعلى مستوى، معمل مجهز على اعلى مستوى، ان شاء الله. العنايه عندنا مجهزه على اعلى مستوى الحمد لله والشكر لله، بنهتم بيها يعني كجميع فريق العمل برئاسه الباشمهندس محمد عفيفي رئيس مجلس الاداره، ومدير الطبي الدكتور عادل مصطفى. ايوه. ومدير مالي استاذ محمد عمر. الحمد لله والشكر لله، بنهتم بنشكرهم جدا كلهم. يعني بشكرهم بصراحه، انهم مهتمين جدا وبيبذلوا مجهود كبير قوي في في المستشفى طبعا، وبالذات في الايام دي. طبعا الايام دي صعبه جدا يعني. هل في متعاقدات في المستشفى؟ طبعا في جهات كتيره متعاقدين معاها، على كتير. راسهم طبعا نقابه الاطباء، وبنوك وبنوك كتير، بنك القاهره، مثلا بنك مصر، بتروب، كذا شركه بتروليه. أوه. بس طبعا على راسهم طبعا نقابه الاطباء يعني متواجدين معانا في المستشفى. طيب طبعا الاوقات اللي احنا فيها دي صعبه جدا، وزي ما حضرتك شايف كورونا بقى، مشكله. مشكله كبيره مشكله. جدا. بتعقموا المستشفى ازاي؟ يعني حابب هو اتكلم طبعا عن كان في التعقيم. بدايه الازمه وبدايه انتشار فيروس كورونا كنتوا خايفين جدا؟ لا هو والله هو طبعا الناس كلها خايفه، ده اكيد يعني. فاحنا لازم نخاف على المكان، عشان قبل ما نخاف على المكان الناس اللي شغاله في المكان، المرضى اللي بيجوا لنا، الدكاتره، الاطباء، فلازم طبعا نكون خايفين على المكان. فبالتالي حطينا خطه ان يبقى في تعقيم يومي على فترتين، مره الصبح ومره بالليل. تعقيم يعني يومي مش مره واحده يعني، مره الصبح ومره بالليل لجميع اقسام المستشفى. ده لازم طبعا عشان خاطر ان احنا يعني نبقى المريض قاعد في امان، احنا قاعدين في امان. مش اي حد بيخش عندنا الا لما يكون لابس كمامه، لازم يقيس درجه الحراره بتاعته. في خطه كده حاطينها ملتزمين بيها ماشيين عليها يعني الحمد لله والشكر لله. ايوه. استاذ احمد ما شاء الله، يعني زي ما حضرتك شفت ذوق جدا واحترام واخلاق وكل حاجه والله.
طب معانا مداخله مع المدير رئيس مجلس الاداره. رئيس مجلس الاداره معانا مداخله. طب هو دلوقتي مش معانا. طب تمام. حابه اتكلم يعني حضرتك مدير المستشفى، مدير العلاقات العامه. مدير العلاقات العامه والاعلام. طب ممكن تتكلمني شويه عن المستشفى؟ يعني شوف حضرتك مثلا كل يوم بيجي حالات ولا ما بدخلوش حالات اصلا؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا عندنا الحمد لله فريق طبي شاطر جدا. يعني عندنا الاستاذ الدكتور هشام محمدي استاذ جراحه عامه جراحه الاطفال، عندنا الاستاذ الدكتور سامح فتحي ايوه رئيس قسم العنايه والتخدير، عندنا الدكتور استاذ الدكتور ياسر شعبان في الرمد، الاستاذ الدكتور ايمن التباع جراحه عظام، عندنا مجموعه هائله من الاطباء جدا معروفين الحمد لله على مستوى الجمهوريه. وطبعا غير الاطباء اللي بيتعاملوا معانا بقى، يعني غير الاطباء اللي هم متعاقدين معايا، لا هم اللي هم بيجي يعملوا حالات عندنا، بيجي يعملوا عمليات عندنا، طبعا هم حابين المكان وهم بيستريحوا في المكان. فالحمد لله والشكر بيطلع علينا ناس كتير قوي، يعني الحمد لله من ثقه في المكان، ثقه في الجوده عندنا. الدكتور ادري مصطفى مدير الطب بصراحه بيبذل مجهود جامد لجنه الجوده. الحمد لله والشكر لله في شغل حلو يعني بالنسبه للناس، لان الناس بنحاول اللي احنا بنعمل على راحه المريض وراحه الطبيب. مش راحه المريض بس، يعني بندخل معاه كمان راحه الطبيب كمان، بنعمل على كده يعني الحمد لله. اللي هو مرتاح له لازم، هو لازم يكون الطبيب مرتاح في شغله وفي المكان عشان يقدر يدي للمكان ويدي ويخدم المريض. طبعا بيخدم المريض يعني ده لازم برضه. بس فالاجراءات اللي بتتم طبعا بقى في الدخول، بالبقى احنا فتحنا غرفتين طوارئ مش غرفه واحده، غرفتين طوارئ طبعا عشان خاطر نبقى متاكدين ان الحاله داخله عندنا ما فيهاش، مش مصابه، مش مصاب اي فيروس كورونا مثلا، مش مصاب بيه يعني. ففتحنا غرفه ثانيه للطوارئ خاصه للاشتباه بالحالات ديت. ده ما بيكون اشتبهنا فيها طبعا ما بتقبلوهاش، ما بنقبلهاش طبعا يعني، ليها مكانها بقى في العزل الصحي. طب معانا مداخله دلوقتي مع المهندس محمد عفيفي. تمام. اهلا وسهلا. الو 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 ازي حضرتك؟ الحمد لله. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. حضرتك معانا استاذ احمد مدير العلاقات العامه مستشفى الحريه. حابه اشكر حضرتك النهارده ان حضرتك معايا في مداخله. اهلا وسهلا. حضرتك رئيس مجلس الاداره صح؟ نعم. باشمهندس محمد رئيس مجلس الإدارة. باشمهندس. بيفتح مركز سمنة كويس على فكرة. طب ممكن تتكلم شوية عن افتتاح مركز السمنة اللي حضرتك لسه بتعمله، اللي بتوضب له؟ طبعا. طب اتفضل. نتكلم عن المستشفى كلها عموما، المستشفى كلها طبعا مجهزة بأحدث الأجهزة. وهي عمرها في الغربية يتعدى ال 12 عام، بس من أساسيات الغربية. أيوه. امكانياتها عاليه جدا، الصف اللي فيها صف عالي قوي قوي، كله صف جامعه وعلى اعلى مستوى، زاد الامكانيات بتاعتها يعني. لما تشوف المستشفى دلوقتي تحس انها بقى لها سنه او اتنين بس، مش 12 سنه ولا حاجه. التمريض اللي عندنا من احسن التمريض اللي موجود، كلهم خريجين دراسات عليا وحاجات كده، مش 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 خاص ومش حاجات كده. كل الدكاتره بتشكر في التمريض بتاعنا، عندنا العنايه عاليه جدا جدا، تعتبر من اعلى عنايه في طنطا. حقيقة. على راسهم اساتذه البار او الدكتور سامح فتحي. من اساتذه الجامعه للعنايه والتخدير في طنطا. ايوه. عندنا اساتذه كتير مش هنقدر نذكر الاسامي الموجوده، لان كده ناس هتزعل مني، ده قال وده ما قالش. انت ما قلتش اسمي وكده؟ عادي والله. فلا مش هنقدر لان لو عديت هعدي كتير قوي. ايوه. حقيقة. احنا بصدد ان احنا نعمل مركز للسمنه، جراحات السمنه وتحويل المسار اللي هي طالعه جديده، الحاجات اللي جت، وعلى راسهم اثنين من اساتذه الجامعه اللي قايمين بالمهمه ديت لمركز السمنه. هيقوم عليهم دكتور محمد قصير ودكتور شريف صابر ودكتور سامح فتحي للتخدير، دول خاصين بمركز السمنه اللي هم بيعملوه. بنجهز له الاحدث اجهزه دلوقتي، وبنطور يعني بنطور غرفه عمليات عشان تناسب الوضع الجديد. بنجهز لها في دور كامل مقفول
معمول مخصوص لكده لمركز السمنة. برضو كده احنا في صدد ان احنا نعمل مركز جراحات العظام والكسور واستقبال الحوادث واصابات الملاعب، بصدد انشاءه ان شاء الله قريب خالص، وهيبقى برضه هيبقى موجود فيه اكبر استشاري الجامعه. طب حابة اشكر حضرتك مهندس محمد، اتفضل، ومن نجاح لنجاح يا رب، والمستشفى من تطورات لتطورات وتعلى اكتر. وحابة اشكر استاذ احمد على الحلقه الجميله اللي مع حضرتك دي، والله تمسيك جدا، شكرا. في نهايه حلقتي عايزه اتكلم لكم عن فكره صغيره كده عن امبارح 30 يونيو. نحمد ربنا طبعا على اللي احنا فيه دلوقتي، عن الامن والامان وكل المجهودات اللي احنا فيها ومجهودات رئيس عبد الفتاح السيسي واللي احنا فيه، يعني بنحمد ربنا جدا على اللي احنا وصلنا فيه دلوقتي. طبعا حلقتي خلصت، ويا رب تكون عجبتكم وكل حلقه تعجبكم اكتر واكتر، وتستنوني كل اربع الساعه 10 معاكم الاعلاميه نادين النادي، ويا رب تكون حلقتي عجبتكم. انتظروا صديقتي نورهان عبد الله.